في ناس انت لما تجي تستقيم خاصة انت شاب وخاصة البيت شابة يجوا يصبطون، يقول الشاب يا اخي عيش شبابك كل ايام وعداك بعد تكبر شوف الحاصل توب، يقولوا للشابة البيت ان دارت تلبس الزي الشرعي يقول لا بعد تتزوجي، جايتي قبل ما تتزوجي كيف يعرفوك كيف انت تلبسي الزي الشرعي يعرفوك كيف يعني؟ وكأن هؤلاء لا يؤمنون بقول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كأنه الكون ده ماشي بس بفهم الناس بس بل فهم والتجارب، كأنه ما في حاجة يسيم اللوح المحفوظ وده فيه أي شيء. المؤمنة تؤمن بأن كل شيء يحدث لها في هذه الحياة الدنيا فهو بقضاء الله وقدره، لأنه في ناس في نسوان كتار الواحد عمره وصل 40 و50 وما تزوجت ومش كاشفة وشها، كاشفة وشها وكرعية ويديها وحاجات كثيرة جدا وما تزوجت. ليه؟ لو كان الأمر بالتبرج لتزوج يعني لتزوجت، لكن هذا الأمر من الله تعالى. أولا لما تقول أنا لما نلبس الزي الشرعي عرفوني كيف، الله في اللوح المحفوظ مقدر انه فلانة يتزوج فلان، لو لبست زي شرعي لو ما لبست، لو لبست كرتونة لو لبست اي شيء، ففي النهاية هو مقدر، ده امر مقدر، وهذا يدل على ضعف الايمان بالقضاء والقدر. وبعدين الشباب بيسألوا دارين البيت المؤدبة دارين البيت الصفات كذا وكذا، بيسألوا فلان بيقول انا عندي اختي وفلان بيقول انا عندي بنت عمي وفلان بيقول انا عندي بنتي الى اخره، فهذه والله من اوهى الحجج، او يقول لك دي مسألة خلافية، الخلاف لا يترك. قال الفوزان في شرحه لشرح السنة للبربهاري لم يتركنا الله لاختلاف العلماء، الله ما تركنا الدين عشان نقعد نحن نقع في وسط اختلاف العلماء، ولم يجعلنا في حيرة، وإنما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اختلف العلماء، طيب اختلفوا، الحق مع منو والدليل مع منو والصواب مع منو والخطأ مع منو؟ اختلف العلماء، اختلفوا في شنو؟ قالوا والله النقاب ده واجب ولا مستحب، في ناس قالوا مستحب وناس قالوا واجب، اها والدليل مع منو؟ قال الله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. واذا كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وابو هريره وابن عباس وانس وهم اطيب الناس قلوبا، ولا شك اذا ارادوا شيئا من عائشه ومن حفصة ومن جويرية ومن أم حبيبة ومن أم سلمة وإلى آخره من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل للأجنبي وإن كان طاهر القلب أن يخلو بالأجنبية أو أن ينظر إليها، فإذا كان هذا بين الصحابة وبين أمهات المؤمنين فكيف بغيرهم؟ لذلك نسأل الله العافية. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. واستدل العلماء بهذه الآيات وبغيرها على وجوب تغطية المرأة وجهها كالسعدي رحمه الله تعالى وكابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وجمع من العلماء، وهذا الصواب. ابن عثيمين رحمه الله له رسالة بعنوان الحجاب ذكر فيها 14 استدلالا على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وناقش كل الاحتجاجات أو أغلب الاحتجاجات التي يحتج بها من لا يرى الوجوب، وذكر فوائد منها. قال فإذا أمرت المرأة بتغطية الزينة وعدم إبداء الزينة إلا للمحارم فأي زينة في جسد المرأة أعظم من الوجه؟ إذا قيل هذه مرأة جميلة فما المقصود بقولهم جميلة؟ جميلة دي شنو؟ أصبع جميل يعني ولا المقصود شنو؟ جميلة دي الوجه، الوجه والفتنة في الوجه وهكذا. فالإنسان يتعلم ليواجه هذه الشبهات وليعبد الله على بصيرة وعلى يقين.